اول شغله خليني ارسم الماجنتيك فيلد اللي عم يعمل الاول على الام، ارجع ارسم الماجنتيك فيلد اللي عم يعمل 2 على الام. اول شغله بدي ارسم الماجنتيك فيلد اللي عم يعمل الاول على الام، خليني ارسم الماجنتيك فيلد لاين. ماجنتيك فيلد لاين بيروحوا من ان لاس، مظبوط، بيروحوا من ان فاذن لوين؟ لاس. طيب رسمت الماجنتيك فيلد لاين بكل بساطه، البوينت ام شو الماجنتيك فيلد عليها بيكون تانجنت على هذا الماجنتيك فيلد لاين، فهيدا هو البي 1. اوكي هلا فهيك فازن 1 بفازن، هيدا هو البي 1. كيف رسمنا البي 1؟ ترسمي الماجنتيك فيلد لاين بيكون الماجنتيك فيلد تانجنت عليه. طيب البي 2، البي 2 نفس الشيء، الماجنتيك فيلد لاين بيروحوا من ان فازن من ان من ان لاس من ان لاس. طيب بوينت ام هي هون، كيف بيكون عندي الماجنتيك فيلد رايح؟ ما هو اوكي، ما انا اذا عندي هيدا الفيلد لاين هيك، اذا انا عندي هيدا الفيلد لاين هيك، عندي بوينت ام هون، كيف بيكون ماجنتيك فيلد تانجنت عليه وهيك؟ فهيدا صبايا ركزوا معي، فاذا شو بيجي بعمل انا؟ ما اذا فاذا هوني ان ناسي ارسمه هوني اس، لحدد الماجنتيك فيلد اللي عم يعمله 2 على ال1، برسم الماجنتيك فيلد لاين، ماجنتيك فيلد لاين بيروحوا من ال2 لل1، سو من ال2 بيروحوا بيرجعوا على الاس، من ال2 بيروحوا بيرجعوا على الاس، اوكي؟ سو كيف بيكون ماجنتيك فيلد لاين؟ بيكون تانجنت على، كيف بيكون ماجنتيك فيلد على بوينت ام؟ تانجنت على هالماجنتيك فيلد لاين، بيكون هيدا البي 2، اوكي؟ فإذا كيف رسمنا البي 1؟ ترسمي الماجنتيك فيلد لاين، فإذا الماجنتيك فيلد لاين هن من ان، اوكي؟ فإذا من الاس، بتكون الماجنتيك فيلد بي 1 هو تانجنت عليه، اوكي؟ هيك بنكون رسمنا البي 2 نتيجة ال 2 والبي 1 نتيجة ال 1. هلا شو بيكون؟ فإذا على البوينت ام عندي 2 ماجنتيك فيلد، البي 2 اللي عم يعملوا هيدا الماجنت والبي 1 اللي عم يعملوا هالماجنت، التوتال بيكون جمعهم، اوكي؟ وبتجمعيهم عندي كفاكتورز. ليه؟ هلا نحن هيدا كله مقدمة، اوكي؟ نحن الموضوع الأهم والأصعب هو اللي بناخده بالحصة اللي بعدها، ماجنتيك فيلد كرييتد باي ا كارنت. يعني بدك تعرفي إذا أنا كان عندي كارنت ماشي بواير حواليه بيصير في عندي ماجنتيك فيلد، يعني هالنقطة في ماجنتيك فيلد، وعلى النقطة اللي ورا الواير اللي وراه في ماجنتيك فيلد، وعلى النقطة اللي على جنب الواير، وعلى النقطة اللي قدام الواير في ماجنتيك فيلد. مش بس هيك، الكرنت في يمشي بكذا وضعية، في يمشي بشكل جالس ويعمل حواليه ماجنتيك فيلد، في الكرنت يمشي على لوب ويعمل بالنص ماجنتيك فيلد، في الكرنت يمشي بكويل. شو يعني كويل؟ كويل مجموعة لوبس فوق بعض. في الكرنت يمشي بسولينويد براسور، اوكي؟ مثلا بيجي الكرنت هيك بيطلع وبينزل هون وبيرجع وبيعمل ساعتها بالنص ماجنتيك فيلد. كل هودي حندرسهم صعوبتهم، بس كيف بدي حدد الدايركشن للماجنتيك فيلد. يعني انا مثلا لما بيجي بقول لك انا عندي نقطة A على جنبه للواير، يعني بدك تنتبهي في شيء على جنب الواير، في شيء وراه، كيف بيكون الدايركشن للماجنتيك فيلد على جنب الواير؟ وبدنا نتذكر على طول انه الماجنتيك فيلد بيعمل سيركل، ما نتعرف شو يعني الاكس، شو يعني النقطة، بدنا نكون كثير دقيقين. بس خلص من هودي واتاكد فهمتوهم بصير درسنا الالكترومغناطيك اندكشن جدا سهل. كلير يا صبايا؟